بالظبط. عايزين نشوف مع حضراتكم نتائج الجولة الأخيرة من البريمير ليج، لأني كمان هتكلم مع محمود شاكر على هالاند، محمد صلاح وهالاند. كل الناس كانت بتتكلم على قبل المباراة، كانت بتتكلم على هالاند. هالاند يمكن متفوق بشكل كبير في عمليات تهديفية، هو هداف الدوري الإنجليزي أعتقد ب 15 هدف، لكن كمان كان في مقارنة كده من بعيد، محمد صلاح هيعمل إيه وهالاند هيعمل إيه. وكمان مهم جدا أتكلم معاك محمود في كيفية يعني نجاح خط دفاع والمنظومة الدفاعية لليفربول في إيقاف خطورة هالاند بشكل كبير أثناء المباراة. يعني ماشي، بص يا كابتن، اقوى حاجه ممكن هالاند يستغلها بامكانياته هو لما يتلعب الكوره في خط في ظهر الدفاع، في شورت سبرنت بتاعه سريع جدا، برجله واسع جدا، مهما كانت المسافه صغيره الراجل بيبدا يسبق. دي حاجه الاولانيه. الحاجه الثانيه، كلنا بنشوف ان اول ما دي بروينا او اول ما برناردو سيلفا بيستلم على حدود 18 بيلعب الكوره على طول على البعيد لهالاند، على الكوره على الزاويه البعيده او على العارضه البعيده. ولكن يا كابتن هاني اللي حصل امبارح ان يورجن كلوب بطريقه 4-4-2 الكومباكت اللي هو عمله والزحمه اللي هو عملها ما خلاش يبقى يكون في مساحه كبيره لهالاند ان هو يتحرك براحته، زائد القوه البدنيه اللي موجوده عند جوميز وموجوده عند فان دايك، اللي هو طبعا فان دايك هو اقوى مدافع بدنيا في العالم. صحيح. ودي مش اول مباراه يا كابتن هاني يتفوق فيها فان دايك على هالاند. لو نفتكر ماتش الكوميونتي شيلد الدرع الخيريه اللي كان في اول السنه، حتى طلعت مع حضرتك بعديها باسبوع وكنا بنحلل بالحالات، قلنا قد ايه فان دايك تفوق بشكل كبير جدا على بس هالاند. في الامور دلوقتي يعني كان المباراه كانت اول مباراه وكده اكيد، وكان كل الناس بتتكلم ان لسه هالاند يعني ما دخلش في التكتيك بتاع بيب وكان في مشكله، لكن دلوقتي الراجل هداف الدوري وكان واخد طبعا يعني وما زال طبعا أكيد. هو الاخطر على مستوى البريمير ليج.